Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. El yevm el arba'a el muvafık 14.10.2020 min magzaril besatin ve bil eşrafi ala luhum sukukil adahi. Temme el yevm tahmil adet 14 tın min luhum sukukil adahi mutevecciheten ila el müdüriyatil atiye. Müdüriyet Mersa Matruh 2 طن، مديرية جنوب سيناء 2 طن، مديرية البحر الأحمر 2 طن، مديرية شمال سيناء 4 طن، مديرية الوادي الجديد 2 طن، مديرية الإسكندرية 2 طن، مع كل سيارة مفتش عام من الوزارة لتسليمها إلى السيد وكيل الوزارة بالمديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وما زال باب العطاء من وزارة الأوقاف مستمر، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.